صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في سورة الحشر عند قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقول: وتقدم معنا على أن هذه الآية دليل على أن الذين يسبون الصحابة ويلعنونهم ليس لهم من الفيء شيء، فما هو وجه الدلالة من ذلك؟ لأن الآيات في سياق توزيع الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ثم قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار فهم الأنصار، وزع الفيء على هؤلاء، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة يتبعونهم ويدعون لهم ويتولونهم، لهم الفيء، لهم حظ من الفيء. أما الذين يسبون الصحابة فليس لهم من الفيء شيء، ولا يأخذون أحكام المسلمين في هذا. نعم.